اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجنا سبيد اب من قلب العاصمه الاردنيه عمان في عالم تعديل السيارات، سيارات السباق اللي احنا بنشوفها في ساحات الحلب. كيف بيتم تجهيزها لتصبح سياره سباق مجهزه في ساحه الحلبي؟ خليكم معنا. صبر ان نتطرق اكثر على مراحل تعديل السياره، كيف تدخل عندكم وكيف تطلع. مثل ما احنا شايفين هون في سيارات عم تيجي بلش تتجهز، لو تشرح لنا اكثر عن تفاصيل المراحل. هلا هاي السياره بتجيك سياره شغاله من الشارع، يعني سياره بيقدر يستخدمها استخدام يومي. فهو الشخص اللي بيكون بده السياره هاي حبيبها بده يعملها سياره دريفت، فبتيجي السياره كامله مو ناقصها شيء شغاله، بس ببلش فيها فرط اللي هي مثلا غرفة السيارة، الكهربائيات اللي جوا، الشغلات اللي ما إلها لازمة لهي لتخفيف الوزن. بتصير السيارة مفروطة ما عليها إيش نهائيا، بتروح على اللي هو بنسميه الرول كيج اللي هو السيفتي تاع السيارة، بتركب لها مواسير. هاي طبعا نوع المواسير سيملس اللي هي بتعمل يعني لا سمح الله لو انكسرت، ما لو انضربت السيارة أو قلبت ما بتنكسر الماسورة، بتنطعش عشان ما تأذي الدرايفر اللي في يعني السيارة. السبب الرئيسي لهي المواسير اللي هو حماية السائق بالضبط، وبترجع لنفس ماتيريال الماسورة، لأنه في ناس بتركب مواسير مش له اللي هو رول كيج سيملس، الماسورة اللي بركبوها ممكن تكون ماسورة تانية بتكسر بتأذي الدرايفر. هاي الماسورة مصنوعة لو قلبت السيارة أو انضربت ما بتنكسر بتنطعش. تحكي لنا اكثر عن هاي المرحله شو بتم فيها من مراحل تعديل السيارات. اول شيء زي ما حكينا احنا بتيجي السياره بتنفرط، بتروح بتلحم رول كيجها، بتنضرب السياره رمل، بنشال القومه الدهان الاصلي تبع السياره عشان لا سمح الله صار حريق شغله، في شغلات ممكن تولع تاذي الدرايفر، هاي كلها بتنشال. بعد ما تنضرب رمل السياره بتندهن، بختار الزبون شو اللون الرول كيج، شو لون السياره اللي بده اياها هو اللي بحبها. بعدين بنبلش احنا مثلا اكثر موتور متداول يعني معترف فيه بحبوه الناس اللي هو الموتور اللي درفت اللي هو التويوتا، اللي هو الوان جي زي او التو جي زي، عرفت شو؟ مع جير التويوتا بنركب لهم اياه، بكون في قواعد كاستم اللي هم قواعد الموتور، يا قواعد اصلي اللي هم الاصليات، يعني انه بنضطر نفصل قواعد ما بتكون الشركه مصنعه لهذه الماكينه قواعد. بعدين ببلش اللي هو مثلا سيستم البريك، مواسير البريك، مواسير الكلتش، الستيرنج، بنبلش نركب سسبنشن، بيجي اللي هو سنبرس معدل تمام، بيجي كت اللي هو الويس فاب هذا اللي بيعمل كسره العجل الانجل تبع السياره، عرفت كيف؟ السياره بتبلش في عندك كولر الهواء تبع التيربو، التيربو بتركب عليها بخاخات 1000 سي سي، كويلات بتتغير وكمبيوتر السياره بتتغير، كل الشغلات هاي بتتغير فيها عشان تتاهل لسياره الدريفت.